تواصل دائما مستمعين ريال الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقه الشوط السادس عشر الخاص للقعدان الثنايا مسافه 4 كيلو مترات حاضره بتحدي وانطلاقه ايضا كبيره وتحدي كبير. ما شاء الله وتبارك الرحمن الاعداد ما شاء الله والتجهيز للموسم القادم بتحدي كبير. المقدمة والصدارة برزان محمد بن خزاع العزبة من يقدم لنا أيضا اسم كبير، ولكن وصل أردوغان وسالم بن محمد بن ناصر بن لخن دخول على المركز الثالث، وصل جبار وسالم سعيد الوالد ما شاء الله جبار والجبروت لله وسبحانه وتعالى ما شاء الله المركز الرابع. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء المركز الرابع وصل مرموق لتحدي احمد بن محبوب النعيمي من يقدم لنا اداء جميل واندفاعه ايضا مميزه بتحدي كبير ما شاء الله. المركز الخامس وصل ايضا وقاد وصل وقاد وراشد وسعيد ابو وطحه المري مع وقاد، ولكن المركز السادس وصل ايضا مباشر وكمال ابو رضيب موسى، هذا اسم خطير، ولكن العوده طويل الى المقدمه والى الصداره. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان برزان وحمد بن هزاع العزبه من يقدم بتحدي كبير وانطلاقه ايضا مميزه ما شاء الله وتبارك الرحمن. المركز الاول ما زال مشاهدينا الكرام برزان وحمد بن هزاع العزبه، ولكن دخول جبار ما شاء الله سالم سعيد الوالد ما شاء الله. المركز الثاني وصل اردوغان وسالم بن محمد بن ناصر بن لخن دخول ما شاء الله، وصل ايضا مرموق مرموق واحمد بن محبوب النعيمي من يقدم لنا مرموق في هذا التحدي. مرموق احمد بن محبوب النعيمي والمركز الخامس ما شاء الله، وصل مباشر وكمال الضي بن موسى من يباشر بتحدي واندفاع بهذا التحدي الكبير، والمركز الخامس ما شاء الله وتبارك الرحمن. الشوط ما شاء الله الشوط السادس عشر للثنايا القعدان ما شاء الله. نتمناك والتوفيق للموسم القادم على ابواب وانتصفت المسافة المتبقية 2 كيلو مترات بقيادة ما شاء الله وتبارك الرحمن. برزان برزته هي قوية، حمد بن هزاع العزبة من يقدم برزان، ولكن وصل هنالك مرموق ما شاء الله، مرموق وأحمد بن محبوب النعيمي، يلا النعيمي ركز، ووصل أيضا جبار وسالم السعيد الوارد. والمركز الرابع وصل مباشر كمال بن ضيف موسى من يباشر بتحدي واندفاع ما شاء الله. المركز الخامس وصل الله وصل الشحاني وسالم بن محمد آل محميد مع الشحاني بتحديات بن محميد ما شاء الله. الخمس المراكز الأولى تجمعت في موقع واحد، موقع تحدي وانطلاقه أيضا مميزة بتحدي كبير. المقدمة والصدارة ما زال مشاهدينا الكرام برزان وحمد بن هزاع العزبة ما شاء الله. يلا يا اخواننا هنالك الكيلو متر اقتربنا من لائحة الإعلان والإنذار بتحدي وانطلاقة أيضا كبيرة وانطلاقة أيضا مسيرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. أداء جميل وانطلاقة
مميزة. الكيلو متر الأخير كيلو التحدي بقيادة ما شاء الله الكيلو كيلو الشحاني سالم بن محمد المحميد ما شاء الله بن محميد ولكن النعيمي. وهنالك أيضا مشاهدين الكرام أيضا مباشر وكمال بن ضيف بن موسى من يباشر بتحدي كبير ولكن وصل أيضا مشاهدينا الكرام ما شاء الله جبار وسالم سعيد اللي يقدم لنا الوارد بتحدي كبير ولكن المقدمة هو الصدور ما شاء الله. هنالك مشاهدينا هو الشحاني الشحاني هو سالم بن محمد المحميد من يقدم الشحاني بتحدي كبير ولكن برزان برزان وحمد بن هزاع العزبة ما شاء الله ولكن المركز الثالث ايضا مباشر وكمال بن الضي ولكن خلاص بن محميد من ال 400 متر الاخيره غادر بتحدي كبير واندفاعت بن محميد غادر 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 الشحاني الشحاني سالم بن محمد ال محميد ولكن وصل برزان برزون ليقاتل ما شاء الله ما شاء الله راح الشحاني الشحاني وبرزان الشحاني غادر بتحدي كبير سالم بن محمد ال محميد روح بالتحدي بالتحدي بالناموس بن محميد غادر مع الشحاني وسالم ما شاء الله وتبارك الرحمن سلام الشحاني سلام سلام بن محميد سلام تهانينا والناموس لمالك الشحاني سالم بن محمد ال محميد المركز الثاني ما قصر ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء برزان حمد بن هزاع العزبة ثالث الاسماء المركز الثالث وصل ايضا مباشر كمال بن محمد بن الضي ايضا توقيت الزمني ساعة وصول ما شاء الله الشحاني قطع مسافة 4 كيلو متر في زمن وقدره 6 دقائق 25 76 جزء تهانينا والناموس لمالك الشحاني سالم بن محمد المحميد تهانينا والناموس لجميع الفائزين.